دونات بحشوة النوتيلا مع طبقة من الكراميلا المقرمشة، كلها على بعضها لذيذة. أحتاج حليب وسكر وخميرة، بيض وزبدة دايبة، أخلطهم مظبوط وأتركهم يخمروا مدة 5 دقائق. أحتاج دقيق مع حليب نيدو مع بيكنج باودر وملح، أخلطهم مظبوط وأحطها في العجانة الكهربائية وأضيف عليها خليط الخميرة. أعجنها مدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، وراح أعجنها بيدي مرة تانية. أتركها تخمر مدة ساعة أو لحد ما يضاعف حجمها. راح أبدأ أعجنها مرة تانية، وبعدين راح أقسمها لقطع متساوية، كل قطعة تقريبا 50 جرام، أو ممكن أختار الحجم اللي يناسبني. راح أشكلها على شكل أسطوانات، وممكن أعملها على شكل دوائر. أحطها في الصينية تخمر مدة ربع ساعة أو لحد ما يضاعف حجمها. للدهن أحتاج صفار بيضة مع حليب مع سكر مع شوية فانيليا. راح أبدأ أدهن فيها قطع الدونات وتروح على الفرن تستوي من تحت، وبعدين أحمرها من فوق. أتركها تبرد تماما وبعدين أخرمها. أنا اخترت أني أحشيها بالنوتيلا، وضروري تكون النوتيلا باردة. راح أبدأ أعمل الكراميل لحد ما يصير عندي لونه ذهبي غامق. أبدأ أحط عليه الدونات، وضروري أكون لابسة جوانتي عشان الكراميل حيكون مرة حار. راح أتركها تبرد وأقدمها. جدا لذيذة، مقرمشة من برا وطرية من جوا، وبالعافية.